يا أحلى متابعين، اليوم رح نعمل توزيعات العيد. طيب يا مريومة، فيكي تحكي لنا شو في عنا هون أشياء رح نحطها بتوزيعات العيد؟ طبعا تفضلي. بسكويت، مارشميلو، توب. ومثل ما خبرتكم مريومة، هيك جهزنا توزيعات العيد بكاسة كرتون واستخدام عواد الشيش. حطينا بيناتهم بالون ولزقنا أطرافه بالفوم التلزيق على شكل تاج لحتى ما يطلع البالون من مكانه. أما هون عملت شكل تاني أسهل بكتير. حطيت الأكلات الطيبة بقلب الكاسة ولفيتها بطولة مثل صرة الملبس وربطتها بشريط سلوفان، وهيك صارت توزيعاتنا للعيد جاهزة للتوزيع. وهلأ بهاي الفقرة رح نجهز ديكورات عيد الفطر ونستبدل ديكورات شهر رمضان اللي سبق وجهزناها سوا على القناة. عندي هذا الشوميني، رح استبدل الأغراض يلي كانت عليه متعلقة بشهر رمضان المبارك، رح حط عليه أشياء حلوة متعلقة بعيد الفطر السعيد. رح استبدل طارة التمرحنة المكتوب عليها رمضان كريم لطارة مكتوب عليها عيد مبارك مصنوعة بخيطان الإيطان للكروشيه. بالفيديوهات الجاية رح شارك معكم طريقة صنع طارات الكروشيه. رح استبدل مفرش رمضان بقطعة من قماش التول. رح شكل على أطراف الشوميني أناطر من هي القماشة لحتى تعطيني جمال للتزيين. وهلأ رح نبدأ سوا بتوزيع أشياء كمان شاركتها معكم على القناة بهي القطعة اللي مكتوب عليها مبارك عليكم الشهر، يلي كانت بتنفع لها شهر رمضان لعيد الفطر، وقد نستعملها أيضا بعيد الأضحى. وهون بعد ما استخدمت صينية الفضة للديكور، لحط بجانبها أيضا كاندي جار حوزع فيها أبقيب ومارشميلو للأطفال. بتمنى منكم إذا أنتوا هلأ عم تتابعوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لحتى نوصل لأكبر عدد من المريميات. وهلأ مكملين مع الأشياء يلي رح نستخدمها للديكور بقطعة الخشب اللي مكتوب عليها كل عام وانتو بخير. رح ضيف هون التمرية يلي كنت حاططها برمضان للتمر، هلأ رح حط فيها قطعة قوم لطيفة. تقريبا هذا هو الشكل النهائي لهي الأشياء يلي وزعتها. شاركوني بالتعليقات إذا عجبتكم. وهلأ نقلت قمر رمضان لجنب الشوميني لحتى يكون ديكور جديد، لحط عليه بوالين من تحت لحتى يضيف بهجة. مثل ما لكم شايفين جمعت البوالين على بعضها بخيطان السلوفان ولفيتها حوالين بعض لحتى تكون ثابتة بهذا الشكل. وهيك منكون وصلنا للنتيجة النهائية اللي كنا عم نشتغل عليها. بتمنى تكون عجبتكم. شاركوني بالتعليقات آرائكم وانتظروا الفيديو الجاي اللي رح شارك فيه فرحة الأطفال بوجود الهدايا قدام هذا الديكور. أجمل التحيات لأجمل مريميات.